Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. مثل ما تعودنا في هذه القناة أن نشوف كلمات متشابهة في اللغة التركية ويكون عندها استخدام مختلف. اليوم راح نشوف كلمتين في اللغة التركية متشابهتين في الترجمة للغة العربية لكن استخدامهم مختلف، فتابعوا معي الفيديو للأخير حتى تعرفوا على الفرق ما بين تنمك وبلمك. أهلا بكم مرة ثانية. إذا الآن راح نشوف مباشرة الفرق ما بين هذين الكلمتين. تانماك وبلمك نفس الشيء مع باكمك وغيرمك اللي كنا شفناهم في فيديو خاص، راح نخليكم الرابط الخاص به أسفل في صندوق الوصف. لماذا نفس الشيء؟ لأنه متقاربين في المعنى لكن استخدامهم يكون مختلف، وبالنسبة للترجمة الخاصة بهم هي المعرفة. أما بالنسبة للفعل بلمك هو أنك تكون تعرف تقوم بعمل ما، أو يعني تكون تعرف كتاب أو لغة أو عنوان وما إلى ذلك، أو يعني حتى تقدر تكون لديك معرفة أو صاحب معلومات. هنا في هذه الحالة نقدر نستخدم الفعل بلمك. أما لما يكون عندي فهم المعنى والروح بدلا من الصورة والشكل الخارجي، هنا استخدم الفعل تنمك. أو يعني إذا كانت هذه المعرفة خاصة بالناس، يعني إذا كنت تعرف الناس، هنا هذه المعرفة تسمى تنمك. فعندما نتعرف على شخص أو نلتقي به، هنا نقول له سيزي تنديما ممنونولدوم، سيزي تنديما ممنونولدوم، بمعنى أنني تشرفت بمعرفتك. هنا استخدمنا الفعل تنمك وليس بالمك، يعني ما نقدرش نقول سيزي بلديمي ممنون ولدوم. نعطيكم جملة اللي على الأغلب راح تساعدكم في الفهم أكثر. يقول لك جنال دي بلديمي شيلري تنظيم زوزان ندرس. جنال دي في الأغلب أو في أغلب الأحيان، بلديمي شيلري الأشياء التي نعرفها أو نعلمها، تنظيم زوزان ندرس نظن أننا نعرفها. هنا هذا الجملة توضح لنا أنه بلمك أقل درجة من تنمك، فتنمك هو المعرفة الحقيقية للأشياء، أما بلمك فهي معرفة سطحية. ويقول لك أيضا بإنسانين الله بالمسي ونطنده ما ناصنا قلمس، بإنسانين الله بالمسي ونطنده مناصنا قلمس، بمعنى معرفة الشخص لله لا تعني المعرفة الحقيقية له. فكلنا نعرف أن الله موجود، لكن هذا لا يعني أن كلنا نعرفه حق المعرفة. فمن هنا نعرف أن كلمة تنمك أدق وأوسع من كلمة بلمك. فنتمنى أن يكون قدرت نوصل لكم المعنى الحقيقي لكلتا الكلمتين والفرق بينهما. فإذا كالعادة ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب، هكذا حتى تقدر توصل هذه الفيديوهات إلى أكبر عدد من الناس. والآن نقدر نقول لكم إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.